مساء لحضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 5 أغسطس 2024. النهارده هيكون معانا فقره حوار يعني هادئه نوعا عن مؤتمر المصريين في الخارج 2024 كمنصه جديده للتواصل والتطوير. هنشوف مع الاستاذ ماجد سعد رئيس المنظمه المصريه الالمانيه بفرانكفورت، والاستاذ مدحت شنوده رئيس بيت المصريين بالسويد، هنشوف ايه اللي ممكن يعني نحققه عن طريق مؤتمر زي ده. مصريين في الخارج شخصيات مهمه وناجحه وبتحب بلدها وعندها انتماء قوي جدا وبتحاول تساعد بكل الطرق، بتحول فلوسها لمصر وما بتستجبش لاغراءات يعني خائنه بانها يدوا فلوسهم لحد ويبعتوها لاهاليهم هنا بالمصري، وبيشتروا في بيت الوطن وفي مشروعات مصريه وبيستثمروا، والحقيقه عندهم دور كبير جدا كمان سياسيا في توضيح الصوره، وكل واحد في مكانه ومجاله يشوف ازاي يقدر يخدم البلد. خلينا نبتدي اخبارنا باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده لوزير خارجيه تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق له، والوزير نقل تحياته وتقدير رئيس تركيا رجب طيب اردوغان للسيد الرئيس، وهو ما شكره عليه السيد الرئيس واشاد بنتائج زياره اردوغان لمصر في فبراير الماضي، وايضا اللقاء تناول استعراض مجمل علاقات البلدين وتاكيد التطلع لعقد الاجتماع الاول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا والمستجدات بالوضع الاقليمي. بخصوص الوضع الاقليمي، الرئيس يؤكد من جديد ان الشرق الاوسط يمر بمنعطف شديد الدقه والخطوره، وهو ما يستوجب اعلى درجات ضبط النفس واعلاء صوت العقل. طيب الخبر اللي بعد كده، اطلاع السيد الرئيس على اهم ملامح التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. في خلال استقبال السيد الرئيس لوزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج دكتور بدر عبد العاطي، حيث عرض الوزير التقرير الثاني التنفيذي للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، واوضح انه يتضمن كل المبادرات والبرامج والمشروعات اللي تم تنفيذها في هذه المراحل والمحاور الاربعه للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي اعدت بمبادره مصريه خالصه للارتقاء باوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل. نشوف تقرير رئاسة الجمهورية ونرجع مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسفير تركيا بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية التركي نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مشيدا بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، والتي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين. وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونذر التصعيد الخطير في المنطقة، حيث أكد السيد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، مشددا على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة،
وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، مشيرا إلى تحذير مصر مرارا من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. وقد توافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي، وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين. وشدد السيد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة. كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة على نحو مستدام. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث عرض السيد وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق قادرون باختلاف والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين. كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الجهات الوطنية، موجها بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز. كما وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات. دكتور هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والخبير الحقوقي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب. يعني أولا عايز أعرف من حضرتك الأربع محاور الرئيسية لاستراتيجية حقوق الإنسان، وأعرف منك إحنا وصلنا لفين، ويا سلام لو في يعني نسب مئوية تقريبية عشان نقول حققنا أهداف قد إيه في كل محور. يعني
أولا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دي وثيقة شديدة الأهمية، تفضل سيد رئيس الجمهورية وأطلقها في سبتمبر 2021. تمام. الاستراتيجية بتبدأ من 2021 لغاية 2026، يعني احنا معانا 5 سنين فيها محددات رئيسية، فيها زي ما بنقول كده يعني علامات تقدم، بمعنى انه لازم مثلا السنة الأولى يتحقق فيها مجموعة من الإنجازات الخاصة بالتشريعات القوانين المعززة لحقوق الإنسان، تحسين الممارسات وهكذا. الاستراتيجية بتتكون من 4 محاور رئيسية، المحور خاص بتعزيز حقوق الإنسان السياسية والمدنية، وبعد كده محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبعد كده محور خاص ب تعزيز حقوق الإنسان خاص بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ثم محور خاص بالتثقيف وبناء القدرات المؤسسية للمؤسسات العاملة في مختلف المجالات اللي بتتقاطع مع حقوق الإنسان، سواء كانت المؤسسات دياتي مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات الدولة الوطنية أو مؤسسات حكومية. طيب وصلنا لفين بقى في يعني هل حققنا المستهدفات خلال 3 سنين؟ احنا داخلين اهو على 3 سنين. طبعا كل فترة بيبقى في مراجعة، ووزارة الخارجية بما ان هي اللي بتشرف وترأس اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، فبتعمل نوع من المراجعة وبتعمل نوع من قياس مؤشرات التقدم في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. حتى هذه اللحظة في مؤشرات جيدة في بعض الاتجاهات، يعني مثلا على سبيل المثال احنا شفنا في تقدم في السياسات الخاصة بالحبس والسجن. احنا دلوقتي عندنا حاجة اسمها سياسات الحماية المجتمعية، بعد ما كانت اسمها مصلحة السجون فأصبحت اسمها القطاع الخاص بالحماية المجتمعية. مراكز الإصلاح والتأهيل تم بس تبدلت السجون القديمة كلها، وجاري والدولة حاليا بتعمل على ان هي تقدر ان هي تنتهي تماما من كل السجون القديمة، ويبدأ يكون عندها مراكز إصلاح وتأهيل في الجمهورية. وهنا يعني عايزين بس إن أنا ألفت النظر إن مراكز الإصلاح والتأهيل مش مجرد لفظ، ده واقع من تجربة عملية. أنا زرت عدد كبير من المراكز، شفت العنابر الجديدة، شفت الوحدات، شفت طريقة التقسيم، شفت فكرة التأهيل الداخلي، ودي كانت أكتر أو أكتر منطقة حساسة في قطاع حقوق الإنسان لما كنا بنتكلم وبنطالب بتحسين مراكز الاحتجاز والمراكز ومناطق الحبس، لأنه علشان خاطر إن احنا نحفظ آدمية الإنسان ومعاملته معاملة كريمة. طبعا في حاجات كتير تحسنت، لكن هذا لا يمنع أن هناك لازال في فجوات حقوقية كتيرة بنتطلع أن هي نستكملها. ممكن ما يكونش الوقت المتاح في الاستراتيجية أو السنتين الباقيين من الاستراتيجية مش كافيين، لكن احنا يعني بنستهدف ان احنا نعمل عملية ضغط أخلاقي ومعنوية على مؤسسات الدولة ان هي تراجع مرة تانية الاستراتيجية، ويكون عندنا استراتيجية مداها أطول، ويكون في نفس الوقت كمان في مؤشرات واضحة جدا، وخاصة في بعض القطاعات المعنية بالحقوق السياسية، فكرة مباشرة الحقوق السياسية لكل أطياف المجتمع، تمكين وصول الشباب والمرأة بشكل أكثر فعالية لأن هم يكون عندهم تمثيل حقيقي ويكون لهم صوت مسموع في دوائر صناعة القرار، ممثلين في المجالس النيابية والتشريعية. الأهم كمان أن احنا بنطالب بقوة جدا في عودة المحليات، وان هي تكون مجالس محلية منتخبة قادرة على ان هي تكون مدرسة من مدارس الكادر السياسي اللي تقدر ان هي تبني اجيال جديدة. يعني طبعا دي امال طيبة جدا، وانا بشكر حضرتك على وجودك معايا
ونتمنى ان احنا نتابع برضو مع حضرتك من آن الى اخر التطور في كل محور من محاور هذه الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا دكتور هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والخبير الحقوقي. وطبعا أنا مش هعلق على ده، لأنه لما الدولة تقول كلمتها والمواطن يبتدي يستشعر، الجزء اللي اتكلم عنه دكتور هاني كلنا مستشعرين في كل محافظات الجمهورية، قطاعات الحقوقية والمراكز بتاعة الداخلية والأقسام تم تطويرها وتم عمل مكاتب لحقوق الإنسان داخل المحافظات، وده تطور كلنا شايفينه. مراكز الإصلاح والتأهيل حتى اللي ما زرهاش بيشوف الفيديوهات اللي بنعرضها في البرنامج وغيرنا من الإعلاميين، بنلاحظ طبعا تطور كبير جدا جدا لأماكن الإقامة وأماكن التنزه والمكتبات والكنايس اللي موجودة في المراكز. طبعا ده الأول مرة، ما كانش حاصل خالص في سجون مصر، للعيادات والمستشفيات. لا، تطور كبير جدا، المصانع والمشاغل في شغل كتير في هذا الأمر. نتمنى ان احنا نشوف كمان فيديوهات بترصد التطورات الأخرى في باقي المحاور الأربعة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتمع بوزير المالية أحمد كوشك لمتابعة عدد من ملفات الوزارة. استعرض الوزير خلال الاجتماع نتائج زيارته للندن البريطانية والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين في عدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية في لندن. وتطرق الحوار لاستعراض تطورات اقتصادية ومالية وفرص استثمارية في مصر في إطار اتباع الحكومة لسياسات محفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري. قداسة البابا يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام دكتور أحمد ابن محمد الجروان. خلال اللقاء تمت الإشارة لمؤتمر التسامح والسلام اللي عقد بإسبانيا الشهر الماضي، وتناول موضوعات مثل دور رجال الدين في نشر التسامح والسلام، وحضروا عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي والأمين العام للأخوة الإنسانية. رئيس المجلس يلفت إلى أنه يجري حاليا الإعداد لإقامة مؤتمر عالمي آخر يتناول موضوع الحفاظ على السلام العالمي والحد من الكراهية، ويعرب عن تطلعه لعمل لقاء مشترك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال مائدة مستديرة، وشدد على أهمية أن تكون الدول العربية منبع لرسائل السلام للعالم أجمع. ومن جهته ثمن قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية هذه الجهود، وأعرب عن دعمه لكل ما يبذل من أجل نبذ الكراهية ونشر المحبة والسلام. 114 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال يومين نتيجة انهيار البورصات العالمية. رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسر في يومين بس 114 مليار جنيه، رقم كبير جدا طبعا، ليصل إلى قرابة 1890 تريليون جنيه مقارنة ب 2.6 تريليون لدى إغلاق الخميس الماضي. هذا الهبوط الحاد جاء نتيجة تأثر البورصة المصرية بهبوط البورصات العالمية، بورصة أمريكا، إضافة للتوترات السياسية بالمنطقة. وتزامن مع هذا هبوط العقود الأجلة لسوق الأسهم الأمريكية بصورة حادة قبل الافتتاح اليوم، على خلفية انخفاضات حادة في الأسواق الأسيوية مع تنامي المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود بأمريكا. دكتور رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذ إيهاب، أهلا بحضرتك. دكتور رانيا، يعني خليني أعرف من حضرتك وإيه اللي حصل في البورصات العالمية، وإيه الجمود اللي خايفين منه يحصل في أمريكا، وليه أثر علينا بشكل كبير قوي كده؟ يعني كنا دايما بنتكلم مع حضرتك عن أنه لو أحجام التداول والقيود قلت وأحجام التداول زادت والبورصة انطلقت لأفاق أكتر من كده، أكيد تأثرها مش هيبقى بالمنظر ده. طيب خلينا الأول نوضح أن الأزمة هي أزمة عالمية وليست أزمة محلية أو تخص الاقتصاد المصري بأي صورة من الصور. ما يحدث هو
ان الولايات المتحده الامريكيه جاءت نتائج الاعمال مكتئبه لقطاع التكنولوجيا، شركات قطاع التكنولوجيا، وشركات قطاع التكنولوجيا دي كانت هي الشركات التي تحلق الشهور الماضيه. الشركات اللي كانت ايه يا فندم؟ ايه يا فندم؟ حضرتك بس اخر جمله قوليها تاني، دي الشركات التكنولوجي هي اللي كانت بتعتمد عليها امريكا يعني؟ بالضبط، هي اللي كانت البورصه الامريكيه بتصعد بيها. تمام. نتائج الاعمال جاءت مخيبه اقل من التوقعات لبعض هذه الشركات الى ان ظهر يوم الخميس الماضي احد اهم مؤشرات الاقتصاد الامريكي وهي معدلات البطاله التي فوجئ العالم انها ارتفعت لمستويات قياسيه لم تصل اليها الى من 4 سنوات. وده بيعتبر احد اهم المؤشرات على ان هذا الاقتصاد العملاق هيدخل في مرحله ركود. فبالتالي مع مثل هذه الاخبار والمؤشرات هبطت مؤشرات البورصه الامريكيه، تلتها بقى مؤشرات البورصات الاوروبيه. اليوم هبط مؤشرات البورصات الاسيويه، وخلينا نقول ان مؤشر بورصه اليابان وهو نيكي هبط 12% خاسر أرقام قياسية من رأس المال السوقي. مع أن يعني الشرق آسيا أو كده جنوبها أو كده يعني بيحاولوا يستقلوا باقتصادات تبقاش معتمدة قوي على الاقتصاد الأمريكي. خلينا نقول أن ما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثبت أن ما يحدث في بقعة من العالم يصيب العالم بالعدوى. يعني لو تأثرت بورصة شنغهاي هنلاقي على طول برضو في أمريكا في صدى لهذا التأثر. بس خليني أقول لحضرتك، الاقتصاد الأمريكي إذا يعني في جملة كده مقولة بنقولها، إذا أصيب بنزلة برد أصيب العالم بالتهاب رئوي. فهذا ما حدث. يمكن هذا الاقتصاد القوي إذا أصيب بركود هيكون تأثيرات هذا الركود ليه تأثيرات سلبية ولكن محدودة إذا ما قورنت مثلا بالقارة الأفريقية أو القارة العجوز، لأن أغلب اقتصاديات هذه القارة لم تخرج من أزمة كورونا والحرب الروسية. هنلاقي مثلا الاقتصاديات الآسيوية ما زالت بتعاني بسبب الأحداث من 2020 والضغوط الكبيرة العالمية، وبالتالي ده طبعا انعكس علينا، إحنا مش بمعزل عن العالم، إحنا عندنا أجانب بيشتغلوا في البورصة المصرية، عندنا عرب، عندنا ناس رؤوس بيقولك رأس المال جبان، فكان من الطبيعي طيب. إن يحدث تأثر. ولكن خليني أقول نقطة مهمة جدا في وسط هذه المبيعات العنيفة، إحنا شايفين إن المؤسسات المصرية والأجنبية بتشتري بتنتهي في الطرف المشتري، فده بيدينا بس لمحة إن في ثقة في الأسهم المصرية وتقييمتها، إلى جانب إن مشكلة التقييمات في البورصة الأمريكية بعيدة تماما عننا، إحنا ما زالت الأسهم المصرية رخيصة، ما زالت جاذبة، ما زلنا شايفين إقبال كبير، ما زالت مضاعفات الربحية قليلة، فده يعني خلينا نقول إن إحنا ما عندناش إحنا متأثرين دلوقتي، ولكن إحنا بنمثل فرص شراء جيدة. طيب خليني أسألك عن الذهب، أخباره إيه في الأسواق العالمية وعندنا، وكيف يتأثر بهذه الاضطرابات المفاجئة؟ معلش أنا أسف، سؤال الذهب في الأسواق العالمية وفي مصر. طيب الذهب في مصر ارتفع في الساعات الأخيرة القليلة الماضية، لأن كان في برضو عندنا حاجة مهمة جدا وهي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك. والذهب في مصر عندنا بيتأثر بأسعار الصرف، بسعره عالميا وبالعرض والطلب. فبالتالي مع ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه ارتفع الذهب في مصر. عالميا الذهب النهارده بينخفض، ولكن هو يعتبر في منطقه قمه عالميه. طيب هل اخيرا كده اسالك سؤال يعني توقعي، هل تتوقعي انه هذا الهبوط والركود في الاقتصاد الامريكي يؤثر بشكل ما على الانتخابات القادمة، وإيه نوع التأثير؟ طيب خلينا نقول بالطبع هيكون ليه تأثير، الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة. الرئيس ترامب من المعروف إن هو رجل أعمال بيهتم بصورة كبيرة جدا 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 بالاقتصاد، وفي عهده الاقتصاد الأمريكي حقق نوع من الاستقرار وطفرة، فبالتالي ما يحدث يمكن بيعزز أمام الأمريكيين الناخبين فرص أو إن هو ياخد أصوات،
فطبعا الاقتصاد يعتبر احد اهم التوجهات اللي بتحكم اراء المستثمرين اراء الناخبين. الناخبين. يعني حضرتك بتتوقعي انه فرص اكتر لترامب مع انهيار الاقتصاد لانه بيستخدمها كذريعة ضد الحزب الاخر؟ يعني بالطبع مع التوجهات الحالية بالطبع هو هيستخدم هذه كفرصة لي ان هو يحلل ما حدث ويقارن. المشكلة كمان ان هو عنده فترة يقارن بيها. أي. يعني هو مش محتاج يقول انا اوعدكم ان انا هنجح، لا انا اوريدي كنت موجود. هو حقق ده بالفعل. هو طبعا هو رجل اقتصاد في الاصل. بشكرك جدا يا فندم على وجودك معايا دكتور رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية. خلينا نروح نفاصل ونرجع نكمل الاخبار. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن أن غدا الثلاثاء بإذن الله تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في الساعة 12:00 بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر. مصدر مسؤول بالوزارة بيقول أن الوزير اعتمد بالفعل مساء اليوم نتيجة الثانوية العامة وسيتم غدا إعلان كل التفاصيل الخاصة بها ونسب النجاح. طبعا احنا في مثل هذه المناسبات ان شاء الله الطيبة بنهني حضراتكم وبنفرح بكل اولادنا وبنفرح بيكم لان انتوا بتشيلوا الهم وبتذكروا وبتتعبوا اعصابكم بتتوتر زي الاولاد ويمكن اكتر. فدايما بنتابع معاكم لحظة بلحظة وبنستضيف الاوائل وبنهني وبنشد على أيادي الناس، ولو في حالات عندها تظلمات منطقية برضو بنستضيفها وبنسألها وبنشوف مدى إمكانية حل هذه المشكلة. الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل لإيقاف التصعيد بالشرق الأوسط. مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك دعا لتحرك عاجل لإيقاف التصعيد بالشرق الأوسط في ظل مخاوف اتساع رقعة الحرب بغزة وتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وفي بيان صرح ترك أنه يشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع بالشرق الأوسط، ونشت كل الأطراف إلى جانب الدول ذات النفوذ التحرك العاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيرا جدا. سيادة اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني شكل متابعه حضرتك وسلاحك من اهم الاسلحه المستخدمه في الردود الانتقاميه السريعه وعمليات الفتره الاخيره، حتى عمليات اللي هي يعني بتخض المسؤولين الامميين وشعوب المنطقه، فتوقعات حضرتك للقادم القريب ايه؟ والله توقعاتي ان في ضربة ايرانية، لان هو الحدث اللي حصل على ارض ايران هو اغتيال احد قادة حماس على ارضها اثناء تنصيب الرئيس الايراني، يعني يعتبر انتهاك للسيادة الايرانية وايضا لطمة الى كل اجهزة الامن. ويعني كان الشكل الحقيقة هم لا يمكن يبقى في سيناريو الا اذا كان الرد، وده قالوه صراحة هم وكل الفصائل المسلحة التابعة ليهم ويمكن على رأسها حزب الله. ففي ضربة قادمة. الضربة القائمة إيران ما تملكه من وسائل الضربة طائرات بدون طيار وصواريخ على اختلاف أنواعها. في المقابل هيحصل صد من إسرائيل وأكيد معها أمريكا وبعض الدول الأوروبية. تتوقع حضرتك معلش الضربة الإيرانية تيجي عن طريق الجنوب اللبناني لأنه الأقرب للشمال الشرقي الإسرائيلي، ولا تيجي منين؟ أنا متوقع أن الضربة هتكون من إيران وأيضا من حزب الله والفصائل المسلحة التابعة ليها في سوريا والعراق. إضافة إلى الحوثيين، وكل ده في وقت واحد. لأنه هو حضرتك عارف جغرافيا المسافة بين إيران وإسرائيل من الحدود لحدود حوالي 1000 كيلو،
فأي صواريخ أو طيارات بدون طيار المدى كبير، فزمن الإنذار هيبقى كبير ودي هتتصد بسهولة. وهتقوم بصدها أمريكا زي ما حصل في أبريل الماضي، وأمريكا ضربت الطيارات بدون طيار والصواريخ على خطوط السير ما وصلتش إسرائيل. لكن المشكلة في الحزب الله والفصائل اللي موجودة في السوريا. لكن اسمح لي يا دكتور برضو أسأل برضو عن المسار الإيراني الإسرائيلي، يعني انتهاك سيادة الدول خلال هذه الألف كيلو. حضرتك محق تماما. طبعا طبعا يا فندم، ده انتهاك لسيادة الدول، و و و و وغير انها انتهاك للسيادة ايضا ده بيعمل الحقيقة توتر كبير جدا، بيوقف حركة الطيران المدني، وبيوقف يعني حركة الحياة نتيجة التوتر عند السكان. طبعا ده أمر يعني الحقيقة خطير، لكن أنا بتكلم من المدى الإنذاري كبير جدا، فده هيتصد. اللي هو ممكن الحقيقة بقى مؤثر اللي هو الله. بيجي من حزب الله والفصائل اللي في سوريا على وجه الخصوص، لأنها قريبة. الحسين المدى كبير، بتكلم على حدود 2000 كيلو. إلا إذا كان في بعض السفن اللي بتمر في البحر الأحمر تابعة لإسرائيل أو رايحة لإسرائيل لإمدادات وخلافه. إمداد أو كده. بالضبط. فطبعا أنا شايف إن قدرات الصد عند إسرائيل، لازم نحسب قدرات الصد عند إسرائيل وأمريكا، ممكن بعض الحلفاء زي ما حصل في أبريل قادرة على الصد. طب ليه الرد الإيراني بتأخر؟ تجهيز وتنسيق، وايضا نوع من العمليات النفسيه، لان ايضا يا فندم حضرتك قلت ان امريكا والدول الغربيه هتعمل رد على الرد برضو، هتصد. لان المره اللي فاتت كان في حوالي 350 طائره بدون طيار وصاروخ، هذا العدد يعني اكبر من كانت الصد الاسرائيليه، وخاصه على خطوط السير. والنقطه حاجه تفضلت بيها ان في بيمروا من دول عربيه، وهيبقى في يعني شكل غير ملائم ان اسرائيل تدخل بطياراتها جوه مجالات دول عربيه تصد، لكن امريكا عندها قواعد، مثلا في العراق هتطلع تصد، وبعض الدول معاها الغربيه ممكن تشارك على راسها بريطانيا. فالتاخير ده بيخلي الحقيقه في قلق كتير جدا في اسرائيل، معظم الناس موجوده في المخابئ. طبعا في تأثر. احنا قرينا يا فندم ان في 100,000 اسرائيلي عالقين على الحدود، هل ده يعني بالضبط له نصيب كبير من الدقة؟ طبعا يعني في حركة الطيران فيها الحقيقة تحسب وحذر شديد. النقطة المهمة، الاقتصاد متأثر بشكل كبير جدا، الأثر النفسي على السكان اللي مستنيين الضربة هتكون فين، على انهي مدينة. ده برضو ليه أثر نفسي طبعا. توقع الخوف اكبر من سقوط الحدث يعني. بتقدير ان ايران قصد هذا الموضوع، اضافه لوقت للتجهيز والتنسيق مع حلفائها. طب اخيرا دكتور هشام، هل ترى انه حتى الان ما حدث من ردود من حركه حماس والحركات العسكريه زي القسام وغيرها في فلسطين، تقييمك ليه ايه؟ الردود دي ردود فرديه، لان المنطقه اوريدي مشتعله، مسرح حلمات غزة مشتعل ما بينه وبين حزب الله. هذه ردود فردية للضغط المستمر أو رد على قصفات إسرائيلية لهذه الأماكن. لكن ما هياش الرد الإيراني الكامل المنسق اللي هم منتظرينه. اللي هم منتظرين بالضبط كده. ده يعني إسرائيل بتدي لسه قتلت حد من حزب الله، فابتدى يضربوا عليها بقصفات وصاروخية. الكلام ده موجود يوميا للأسف الشديد. اللي أنا عايز أقوله أن أصبحت الجزء من المنطقة العربية مسرحا للعمليات بين دول غير عربية للأسف. يعني عند ستك إسرائيل وإيران، وللأسف داخل فيها بعض الحلفاء الإيرانيين وهم أساسا من دول عربية زي الحسين وحزب الله والفصائل الموجودة في سوريا والعراق. ده بيدي توتر عالي ايضا. بيرفع بشكل كبير جدا الشحن على النقل البحري، وطبعا بيأثر بقى على الاقتصاد كله طبعا. ده اكيد يا فندم حضرتك، البحر الاحمر نسبة الـ الاموال التي ارتفعت على الشحن البحري وصلت 900%. وبالتالي ده بيتحمل عشان على التأمين بيتكلف كتير. وصلت ده بيحمل على المواطن اللي رحلوا هذه البضائع.
طبعا بينعكس على الاسعار في الاخر. بشكر سعادتك جدا يا فندم سياده اللواء الطيار الدكتور هشام الحلبي مستشار الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. اذا الاجابه على السؤال انه ما دعا اليه مفوض حقوق الانسان بالامم المتحده فولكر تورك ان الدول اللي ليها نفوذ تستخدم نفوذها في التهدئه، عرفنا من دكتور هشام انها قد تستخدم نفوذها في عكس التهدئه بل في مزيد من التوتر والاشعال عن طريق الضربات الانتقاميه اللي هتيجي ردا على الرد بتاع ايران على ما حدث من اسرائيل من اغتيال اسماعيل عنيه على اراضيه. طيب بالنسبه عندي خبر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باحاله قضيه وفاه اللاعب احمد رفعت للنيابه العامه. السيد الرئيس وجه هذا التوجيه لكي تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوز حدث في هذه القضية ما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من تثبت مخالفته للقانون، ووجه أيضا للتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج خلال فترة التجنيد ما يضمن تسهيل هذه الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في إطار متابعة الرئيس المستمر للموضوعات المثارة أمام الرأي العام والمهتم بها المواطنون المصريون واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدالة. طبعا هقول بس جملة واحدة تعليقا على هذا الخبر، أنه الرئيس يرسل بهذا التوجيه رسالة غير مباشرة بأن القانون فوق الجميع. ما قرأتموه عن تورط شخصيات كبرى بعينها في قضية وفاة أحمد رفعت واللي وعدوه أنه هيجيبوا له الموافقة الأمنية ديت وهيمدوها وهو بره، واللي قالوا له ما تقلقش وسافر وعلينا، واللي 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 سببوا حالته النفسية السيئة جدا اللي حصلت بعد بقى الإجراءات والقضايا والأحكام ووا لا أحد فوق القانون. أنا أستشعر هذه الرسالة من هذا الخبر وأنتظر أن يعاقب كبار في هذه القضية. أخيرا وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لاستعراض محاور الخطط الأمنية حاليا وأيضا يعرب عن تقديره لجهود رجال الشرطة في تحقيق عدد من النجاحات والإنجازات. نروح نشوف هذا التقرير وفاصل قصير وبعدها يشرفنا ضيوفنا، خليكم معنا. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية. في بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات والتي انعكست على انخفاض معدلات الجريمة، مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات والأحداث التي تشهدها الساحة العالمية، موجها الشكر لمن أوفى العطاء ومؤكدا على ثقته في توالي الأجيال على حمل رسالة الأمن، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2024 اعتمدت على الدفع بدماء جديدة من القيادات والاستفادة من الخبرات التراكمية والتخصصية لهم. وقد وجه وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة ترسيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية والانتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط ارتكاز حاكمة لها لدحر المخططات الإجرامية قبل تنفيذها ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين. وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني الفعال والعمل المستمر على تذليل أي معوقات للعمل الأمني ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشري الأمني والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الأداء الأمني. وأكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للأداء الشرطي في كافة القطاعات الأمنية والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين وتعظيم الدور المجتمعي للشرطة
والتأكيد على مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.